إذا كنت من المتابعين الجدد، اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. حبايبي جريد فور، مكملين في الدسم النمبر، مكملين في درس الأبروكسوميت، والنهاردة ممكن يجيني الأبروكسوميت الفورم ده بيقول لي 7 and 3 quarter، يا ترى تعرف تعملها لي أبروكسوميت to the nearest tenth؟ وزي ما قلنا كلمة tenth ممكن ندلعها نخليها 1 decimal، أيوة. ممكن يقولها لي 0.1، أيوة. ممكن يدلعها تاني 1/10، يبقى أي حاجة من دول to the nearest tenth. يا مستر ده ميكسد، هل أخلي الميكسد امبروبر؟ لا حبيبي، لما الاقي فراكشن أقول لنفسي لازم أخليه decimal number. طب هعمل ايه؟ اتعلم بقى اللي جاي ده. يا مستر الهول ملعبش معايا، ومش كده وبس، وادي بوينت يا مستر، ادي اول حاجة. نروح هنا، احنا اتفقنا زمان لو معايا الدينوريتور 4 اعمل ايه؟ تايمز 25 اب وداون. الله عليكم. يبقى تاني بقى يا مستر الهول ملعبش معايا، واعمل معاه ايه؟ البوينت ديسيمال بس كده. اروح رايح للراجل الجميل ده، انا اتعلمت لو كانت 2 اعمل تايمز 5، ولو 5 2 اب وداون، وهوريها لك. لو كانت 8 125 اب وداون، وبرضه هناخد الثلاث افكار. ايوه، يبقى انا هاجي يا مستر اهو تايمز 25 تايمز 25، بس خلي بالك انا حطيت البوينت، جهزت الديسيمال بتاعي 3 تايمز 25، للي ما يعرفش يعمل درافت، يعمل درافت. 3 تايمز 5 15 كاري 1، 3 تايمز 2 6 بلس 1 ايكوال 7، فبقى عندي هنا 75 اوفر 100. يعني انا معايا 2 ديسيمال اروح كاتبهم. بس السؤال بقى، هو انت كده خلصت؟ لا، انا كده جهزتها لك تشتغل عليها الابروكسيميت. ابتدي بقى اقول لنفسي انت عايز ايه؟ قال انا عاوز التنث، ادور على بيت التنث 7. استنى يا مستر، انت علمتني اعمل ايه؟ علمتني اعمل له اندرلاين، لكن مش هلعب معاه. نروح لمين؟ لقينا كام؟ 5. احنا قلنا 5 ايكوال 5 او مور يعمل لي اد 1. الله عليكم في كلمه اد 1، برافو. طب وال5 دي لما بتعمل اد 1 كانسل وزيرو، يبقى انت خلاص باي باي. تعال بقى معايا، بص، يبقى دي السيفن اللي هي الهول، وادي الديسيمال بتاعتي، و7 بلس 1 شكرا يا مستر، وده زيرو بس ما اكتبوش عشان في الرايت. ادي مسالتي الميكسد او الفراكشن اتعامل معاها ازاي في الابروكسيميت. تعالوا نشوف انذر اكزامبل. تعال يا مستر، انت بتقول لي مديني فراكشن ايا ما يكون، وبتقول لي انا عايز اعمل تو ذا نيرست هول. مين الهول ده؟ يا مستر انا ما عنديش. اقول له ما انا لسه معلمك، لما نلاقي في الدينوميتور 5 شكرا، نمشي واحده واحده يا مستر. اهو يا مستر كان عندي هنا هول. لا خلاص، بس اصبر، هيجيلك. يلا بقى نلعب 2 تايمز 7 14، يبقى انا بقى معايا 14 اوفر 10. انا لسه برضو ما خلصتش، انا بحاول اوصل لديسيمال نمبر. لغايه كده في مشكله؟ لا. اسمع بقى اللي جايه دي، اقول له انت علمتني لما يبقى عندي الدينوميتور 10 او 100 او 1000، الاول يا مستر تعالى ناخد النمبر كله، واقول له لما يبقى اوفر 10 اجي من الرايت واعمل موف للليفت عشان دي 10 1 موف، يبقى انا هاجي من الرايت 1 موف. لو كان اوفر 100 للليفت، لو كان اوفر 1000 3 موف للليفت. انا هنا همشي 1 واروح طالع واعمل ايه؟ ارزع يا مستر البوينت. استنى، هل انا دلوقتي خلصت المساله؟ لا يا حبيبي، انا جهزتها لك. ابتدي بقى دلوقتي اعمل الابروكسيميت تو ذا نيرست يونت فين؟ الوان. شكرا. اعمل ايه؟ اندرلاين. اروح للرايت، انت كام؟ 4. طلعت ايه؟ وطالما لسه اعمل ايه؟ كنسل وما اكتبش يا عم اي حاجه، ويبقى الابروكسيميت بتاعتي إيه؟ يا مستر تعالوا كده نشوف مع بعض
هنا ديفايد ديفايد ديفايد. طب انا يا مستر نسيت الديفايد، هعلي لك طريقه شيك. طب هتعمل ايه يا مستر؟ هنبص للكويشن بتاعي والانسر. يا مستر ده 2 ده 0.2، ايه الفرق؟ يا مستر ابدا، الراجل ده كان معاهوش ديسمل بقى معاه ديسمل. فبتسال عمل ديسمل افتر كام ديجيت؟ 1. يبقى انا عملت ديفايد كاتب 10 بس كده؟ اه، وبالشفا ان شاء الله. طب غير يا مستر السؤال، 35 بقت كام؟ 3.5. لو احنا عملنا هايد للبوينت ده 35 وده 35، بس البوينت بقت افتر كام ديجيت؟ يبقى انا بعمل ديفايد 10. يلا مع بعض 175 175، بس حط البوينت افتر كام ديجيت؟ 2. يبقى عملنا ديفايد. اهدوا، ها بص بقى هنا، ده النمبر ده نبص هنا، هم اه سيميلر. اسال بقى نفس السؤال، يا بوينت افتر كام ديجيت؟ يبقى عملنا ديفايد 10. يا مستر طب لما تيجي تعمل تايمز، تايمز يبقى لو لقينا بوينت هعمل موف ليه؟ طب هاو ميني موف؟ عشان ده تايمز 10. طب لو كان 100 شكرا. طب يا مستر ادي تايمز 100، تعال يا طنط هنعمل لك دراج تو موفز، بس انا معيش غير 1 ديجيت، يبقى نحط ايه؟ شكرا. ولما تيجي تتحرك يبقى دي 2 وادي 30. تعال هنا، ها هنعمل تايمز كام؟ 100. طالما تايمز اتحرك للرايت ولا للليفت؟ للرايت. شكرا. هاو ميني موفز؟ 2. ادي 1 2. في حاجه تقف معاها؟ لا. يبقى باي باي. نيكست، ها تايمز ايه؟ تايمز 10. موف موف للرايت ولا للليفت؟ للرايت. هاو ميني موف؟ 1. عشان ده 10 تروح جايه مرزوعه في النص. سوري، اترزعت في النص. ادي يا مستر، وهنكمل ان شاء الله في فيديوهات جديده. اشوفكم على خير، باي باي. equal 1، تعالوا نشوف another example.